إذن ما أريد أن أخلص إليه من هذا الحديث إليكم هو أن احنا لابد من أن نجمع في نظرتنا بين مختلف النظرات الجزئية وننظر من مسافة معينة حتى نرى الأشياء بنظرة كلية، وأن معرفتي بجزء من الحقيقة لا يترتب عليه بالضرورة إنكار ما يعرفه الإيه؟ الآخرون. إذن الوعي بالدين يشترط التخلص من النظرة الجزئية والنظرة الأحادية في النظر إلى الدين. نحن بحاجة إلى نظرة كلية تتضافر فيها علوم الدين والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية ومختلف العلوم من أجل أن نفهم ديننا بشكل أفضل.